السلام عليكم خوتي خوتاتي، انا من قناه مطبخ ناديه السعيدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خوتي اليوم جيت ندير معكم الحريره، بغيت ندير الحريره وبغيت نشاركها معكم. انا غادي نقدم لكم التوابل ديال الحريره. عندي هنايا المعدنوس، وعندي القزبور، وعندي الكرفس، وعندي مطيشة الحك، وعندي العطريه فيها الابزار، الملح، سكنجبير، القرفات، الزعفران البلدي، عندي الحمص، عندي الزيت الروميه، عندي الزيت البلديه، وعندي اللحم خرجته من الفريكو ما قطعتوش، كان عندي في الفريكو، وعندي مطيشة والبصلة غادي نطحنهم في المولينكس، وعندي الضماد الزعفران التحريرة، وعندي الضماد ديال كنورة الغلمي. وهانتوما معايا اخوتي وخواتاتي، كما قلت لكم كنبغي نشارك معكم اي حاجة اللي كندير. وما تنسونيش في التعليق، ما تنسونيش في لايك، ما تنسونيش في الدعم ديالكم، والله يرحم بها الوالدين، والله يخلي لكم ما عزيز عليكم، وتبارك الله عليكم. هانتوما معايا. بسم الله نعز ونسناك مقهورني، مما غدا غسوني ولي ولي سيرين الغراض ورتلو حيا ولي عريتك وفزوران سنحشاتني مدريخ الحب نسامحي تمونتي يغور عشرة خميد اللي غسلنيتي وحتى عيني اختت الرزبيني ماشي غير صبر يا لي قندت جيني يقسيت تمك محور يغلاني سفر نتمزير تغلني يعني رانا اشتيك نصع فراني تالي وين اغريك كتسزراني تراخيات تنوحتي
نجيس الحروب نسامح ستنا كيس طمعنا غنا خسينا وشني ساعات وريح ملتا ملتي الخير اللي يجي ساسكر عاقي تطلعو ونسكر الحساب يسايسنا كيف رحلي
you.